يوازن رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري علاقته بحزب الله بين التهديدات اليومية التي يتعرض لها بتفجير الوضع الأمني في البلد وبين رغبته السياسية والشخصية باستثناء التنظيم المسلح من المشهد الحكومي. فحزب الله يرى أن أي حكومة يقدمها الحريري اليوم تلبية لشروط أمريكية، ويشدد من ناحية أخرى على دخول الحكومة بأي طريقة رغبة في حماية نفسه. في كل مرة يخرج فيها سعد الحريري للحديث عن أهمية صون الوحدة الوطنية وحتمية التعايش مع حزب الله عند الحديث عن تشكيلته الحكومية المقبلة، يدرك المتابعون للوضع اللبناني أن الحريري يتعرض لضغوط تصل حد التهديد بتفجير الوضع الداخلي من بوابة الوضع الأمني الهش. فالحريري الواقع بين ضغط دولي صارم في مطالبه بعدم إشراك حزب الله في الحكومة العتيدة، وبين الاستجابة لشروط حزب الله وحليفه الرئيس ميشيل عون، لا يزال يفقد الكثير من رصيده الشعبي والسياسي عبر ظهوره بمظهر غير الحاسم وغير القادر في معظم الأوقات. فالرجل مطالب من جمهوره السياسي بالابتعاد عن حزب الله، خصوصا بعد ثبوت مسؤولية التنظيم المسلح في اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري من خلال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي جرمت الشهر الماضي القيادي في الحزب سليم عياش، وفتحت الباب أمام تحميل مسؤولين في الحزب والنظام السوري مسؤولية ما في الجريمة. في هذا الوقت يواصل الحريري حركته الساعية لتشكيل الحكومة دون أي نتيجة تذكر، فالحذر بينه وبين حزب الله لا يزال متبادلا، خصوصا أن الحزب يرى في أي تشكيلة يقدمها الحريري في الوقت الراهن نكهة أمريكية متناغمة مع رؤية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالتالي الحكومة لن تبصر النور، وهو ما أكده الحزب لجميع الوسطاء الذين أبلغهم أنه اتخذ قراره بالتنسيق مع إيران بتمرير الوقت إلى ما بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامه. الآن ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة لافال الكندية نزيه الخياط، العضو في تيار المستقبل اللبناني. سيد نزيه، مرحبا بك معنا في الحرة الليلة. العلاقة بين حزب الله وتيار المستقبل لم تكن جيدة، وربما ما زاد الأمر سوءا إصدار المحكمة الدولية السجن المؤبد 5 مرات بحق عضو حزب الله سليم عياش المتهم بتفجير السيارات التي قتلت رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. الآن كيف يمكن بعد هذا الحكم من المحكمة الدولية أن نصف العلاقة بين حزب الله وتيار المستقبل؟ تحياتي لك وللمحطتكم الكريمة والمنتظرين. أولاً، العلاقة بين الرئيس الحريري وحزب الله هي محكومة بربط نزاع منذ إنشاء المحكمة الدولية. ثانياً، إصدار الحكم بحق عياش باغتيال الرئيس رفيق الحريري، في الحقيقة القرار المحكمة الدولية إذا ما تمعن بجوهر تشكيلها عمدت إلى تحييد، وهذا كان رغبة المجتمع الدولي حين عندما وافقوا على إنشاء المحكمة الدولية أن تتم الاتهام لأشخاص وليس لأفراد وليس لأحزاب، وهذا أعطى إلى حد ما نوع من خلينا نقول بين مزدوجين نوع من تعمية عن الاتهام المباشر لفصيل بعينه. الجميع يدرك بأنه منظومة عسكرية أمنية متكاملة متماسكة، فلا يمكن لعضو بحزب الله أو أي عضو آخر أن يقوم بعمل مشابه دون أن يكون هناك قرار. هل هو قرار من قيادة الحزب في لبنان أم هو قرار إقليمي إيراني سوري مشترك قضى بإزاحة رفيق الحريري من اللعبة المحلية والإقليمية والدولية؟ هذا
كانت نقطة واحدة. وبالتالي أنا لا أخفيك بأن قرار الاتهامي أو إصدار الحكم بعياش بهذا الشكل شكل نوع من الإحباط لدى جمهور تيار المستقبل. وعلى الرغم من ذلك كان الرئيس الحريري واضحا، فإننا بما أننا قد ارتضينا للمحكمة الدولية أن تكون هي المسؤولة عن إجراء التحقيقات، فإننا سنقبل بأي حكم يصدر عنها. ولكن حتى الآن هذا الحكم هو في البداية، هل سيتم توجيه عملية استئناف للأحكام أو التمييز لها؟ حتى ذلك الحين سيد نزيه، حتى ذلك الحين إذا ما تطورت الأمور بما يخص ربما اتهامات جديدة أو وجود استئناف، كيف سيتعامل الرئيس المكلف سعد الحريري الآن مع حزب الله الذي يعني بشكل وآخر هو عضو موجود في الحكومة اللبنانية المستقبلية؟ هل على اعتبار أن من قام بهذا الفعل اغتيال الرئيس الحريري هو عضو يعني عمل فردي، وإنما أو يتعامل معه ككلية كحزب هو الذي أعطاه الأوامر؟ لقد أعطى الرئيس الحريري موقفا حاسما فور صدور الحكم، وطالب بأن المعنيين بأن ينفذوا قرارات المحكمة الدولية وأن يساعدوا في تسليمه للقضاء. وإن لم يسلموه ماذا سيحصل؟ إن لم يسلموه هذا يعود للمحكمة الدولية بذاتها، كيف ستستخدم علاقاتها وتعود إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عملية التوقيف والاعتقال. هذا من ناحية ثانية، لا شك بأن بحكم الواقع أن هذا المتهم شئنا أم أبينا تكون الحزب قد أجرى جميع الإجراءات، اتخذ جميع الإجراءات الوقائية والحمائية له، وقد يكون حاليا متواجد في إيران خارج الأراضي اللبنانية كما حدث لكثير من المتهمين الذين تلاحقهم وصدرت بحقهم اتهامات وملاحقات عبر الحكومة الأمريكية من خلال الحكومة الأمريكية. فبالتالي موضوع الرئيس الحريري بتعاطيه بالملف الداخلي هو يتعاطى بحكم أن هذا الطرف، هذا الفصيل، هو ممثل في البرلمان، ممثل في الحكومة، في الحكومات السابقة، ولكن لا يعني أننا في عملية تحالف أو تم تسوية الخلافات حولها. ورغم من ذلك نرى أن هناك مستويان من التعاطي في الشأن الداخلي اللبناني للحزب الله. هناك المستوى الإقليمي الذي دفع به إلى التدخل في سوريا والعراق واليمن والكويت والمستوى الخليجي، والمستوى الداخلي. ولكن نحن لاحظنا أن موضوع حزب الله وأدواته وأزرعه الأمنية تجاوزت الإطار المحلي سيد الكريم، وكلنا نعلم بأن هذا القرار ليس مستقلا، ليس نابعا من إرادة ذاتية محكومة كحزب لبناني يتعاطى بالشأن الإقليمي بالشكل العدائي الإقليمي بذاته. نعم، يعني هذا بات معلوما بأن حزب الله يمثل امتداد لإيران في شرق المتوسط، وبالتالي هذا الأمر معروف. الآن هل هناك من وجهة نظرك سيد نزيه أي تعويل على الإدارة الأمريكية الجديدة بما يخص الملف اللبناني وهو ملف معقد وكبير؟ أنا بتقديري الولايات المتحدة محكومة بدولة عميقة لن تتغير بتقديري القرارات والسياسات الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي، سواء كان ترامب أم الرئيس ترامب أم الرئيس بايدن. وبالتالي هذه المسألة قد تؤدي المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة وإيران إذا ما انطلقت بوفق الشروط الدولية وخاصة الأمريكية، حيث وضع الرئيس ترامب حدودا لا أستطيع أن أؤكد إمكانية العودة عنها، ولكن من الصعوبة بمكان
على إدارة بايدن الجديدة أن تتراجع عن الحدود التي وصل إليها الرئيس ترامب. يعني مثلا العودة إلى المفاوضات النووية مرهونة بإعادة طرح الموضوع من أساسياته في من المربع الأول، معالجة الموضوع الصواريخ الباليستية، وثالثا وهنا الأهم تدخل الأزرع الإيرانية العسكرية والأمنية في الشؤون الداخلية للدول العربية. أشكرك. وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحاول أن تعمد إيران إلى فرض هيمنة طائفية ومذهبية واقتصادية على منطقة المشرق العربي ككل. من مدينة لافال الكندية نزيه الخياط، العضو في تيار المستقبل اللبناني، شكرا لك.